بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضرتك. كالعاده المنتخب المغربي في الماتشات اللي على الورق بتكون ضعيفه تقلق عليه. المنتخب المغربي بيقدر ان هو يكسب منتخب ملاوي 2-1 بهدفين، هدف جميل جدا لاشرف حكيمي وهدف جميل جدا ليوسف النصيري، بس مش هنتكلم على الاهداف دلوقتي، احنا جايين نتكلم عن المنتخب المغربي والماتشات اللي على الورق المنتخب المغربي بيكون مرشح فيها ان هو يعمل سكور. وتبص جوه المباراه تلاقي المنتخب المغربي بيعاني معاناه غير طبيعيه، والمعاناه الغير طبيعيه دي مع هدف في اول المباراه للفرقه المنافسه، الوضع بيبقى صعب جدا على المنتخب المغربي. هدف في اول المباراه تصويبه عشوائيه من مسافه بعيده جدا، ياسين بونو بيفشل في التعامل معاها، علشان المنتخب المغربي اول 10 دقايق يبقى خسران 1-0. ونشوف المنتخب المغربي كان بادئ المباراه ازاي، 4-4-2 ولا 4-3-3، يوسف النصيري وايوب الكعبي وسفيان بوفال، الثلاثي الهجومي تحتيهم املاح ومرابط وعمران لوزا، وتحتيهم اشرف حكيمي ورومان سايس ونايف فكراد وادم ماسينا، وطبعا ياسين بونو حارس مرمى. تبص على 4-3-3 دي، مين في منتخب المغرب في نص الملعب قادر ان هو يسيطر على ايقاع اللعب في الظروف الصعبه دي؟ عمران لوزا ولا سليم املاح او هيبقى مثلا المرابط؟ الثلاثه ما عندهمش فكره ان هم يسيطروا. احنا هنعمل ايه؟ هنطير اشرف حكيمي وهنطير ادم ماسينا وهنلعب عرضيات على طول. احنا جايين نلعب عرضيات بس ليه؟ خلاص بقى اللي هو احنا عندي 2 فراوده في العمق هلعب لهم عرضيات بس ليه؟ خلاص مش جايين احنا على فكره ان احنا نلبس هدف اول مباراه. لعيبه المنتخب المغربي بتحس ان في فجوه كبيره من شخصياتهم في فرقهم، وفجوه كبيره جدا من شخصياتهم في المنتخب المغربي، علشان تبص للناتج الاكبر شخصيه المنتخب المغربي تلاقي ان هي مش موجوده، لان المنتخب المغربي بيعاني معاناه غير طبيعيه. فكره الشخصيه، الفرقه حرفيا ما عندهاش شخصيه جوه الملعب. الفرقه علشان كده ما تقلق عليها في الماتشات دي ليه؟ لان المنتخب المغربي ما وركش شكل هجومي كويس جدا تقول ان المنتخب المغربي لو دخل فيه هدف بدري هيرجع بسرعه، او وراك شكل دفاعي اللي هو المنتخب المغربي لما يقرر يدافع مش هيستقبل اهداف. لا، المنتخب المغربي انت دايما عندك قلق، دايما مقلق ان اي تصويبه ياسين بونو هيتعامل معاها كويس ولا هيتعامل معاها بطريقه سيئه. طب لو تعامل معاها كويس تبقى صد عالميه، طب لو دخل الجون تبقى الكوره صعبه، طب الدنيا عامله ازاي؟ ياسين بونو عزيزي من الحراس اللي ما تضمنهمش بجد والله، من الحراس اللي ممكن يقدم لك ماتشات عظيمه جدا وماتشات ثانيه ما يجيش بجد. يعني ياسين بونو النهارده راحت عليه كورتين، كوره تصويبه بعيده قوي دخلت الجون، وكوره عرضيه اتعامل معاها بطريقه غريبه جدا، اللي هو بسم الله ما شاء الله. يعني محتاجين خط دفاع يسند، محتاجين خط نص يسيطر على اللعب، محتاجين لعيب عنده شخصيه. بس مع الاسف الشديد بنلاقي ان في كل العشوائيه دي في فرص كتير بتضيع، اللي هو بس منتخب المغربي اللي بتكون بدري عمالين نضيعه. واضح جدا ان النهارده هيبقى لهم خروج المنتخب المغربي، علشان كلنا نحمد ربنا بعدها بالهدف اللي بيسجله يوسف النصيري، وانا يعني نستنشق اللي هو الهوا بقى اللي هو يا الحمد لله المنتخب المغربي رجع في الجيم اهو، علشان ندور بقى على المنتخب المغربي هيجيب جول التاني ازاي، اللي هو خلاص بقى ربنا كرمنا والنصيري جاب واحده بدماغه. طب بوفال 1-1، بوفال هيشوط هيخش لجوه. طب النصيري الادوار بتاع الهاف ما بيعملش، هو ادوار الهاف اللي هو يخش لجوه ويشوط، هو راجل عايز عرضيات، اديني عرضيات، انما موضوع انك تديني في رجلي وانا اخش لجوه او تديني وانا مش بتاعتي خالص. فيوسف النصيري اديله عرضيات هو وايوب الكعبي، وبوفال كان بيحاول ان هو عمران لوزا وادم ماسينا يعملوا جبهه هجوميه قويه، وللامانه عملوا ماتش جميل جدا هما الثلاثه. بس الكلام ده طبعا بعد الهدف اللي تم تسجيله المنتخب المغربي. علشان نقعد ندور على الشوط الثاني، ايه التغييرات الوحيده اللي خلتش ممكن ان هو يغير بيها الفريق؟ اول تغيير عمله ريان مامي. يا الحمد لله على السلامه والله يا ريان، هو ده اللي هيخش في العاب الكتير ده، هيخش في منطقه الجزاء يلطش واحده. ايوب الكعب الشوط الاول ما كانش موفق، فريان مامي ان شاء الله يخش يجيب واحده، علشان نقعد ننتظر فاول من اشرف حكيمي، لان اشرف حكيمي لعب فاول الشوط الاول، لكن حارس ملاوي تعامل معاها يعني انقاذها انقاذ جميل جدا للامانه. فحارس ملاوي قدر ان هو يوقف التصويبه الاولى لاشرف حكيمي من كره ثابته، بس التصويبه الثانيه حكيمي قال له خلاص انتهى الوضع. حطيت انا الاسبري، عملت الاسبري شويه علشان اعلي الكره شويه من على الارض، وحطيتها والكره عليت معاه. بس بصراحه مش موضوع اسبري خالص، اشرف حكيمي حطها حلوه قوي 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 قوي، هدف عالمي بجد، ده العالمي بجد، يعني ده هدف ما تطلعش، عكس الكره بتاعت ياسين بونو. ياسين بونو تطلع ابوها تطلع عادي، لان يعني دي مش هدف عالمي بقدر ما هي خطا من الحارس. انما الهدف بتاع اشرف حكيمي صعبه جدا جدا، الكره الارتفاع بتاعها صعب جدا بالنسبه لاي حارس مرمى. فكالعاده اشرف حكيمي بيقدر ان هو المره الثانيه ينقذ المنتخب المغربي من فخ التعادل مع منتخب ملاوي، وان الموضوع ما يطولش زياده عن كده، وقدر ان هو يخلص الموضوع بدري بدري.
علشان نلاقي ايمن بركوك نزل مكان عمران لوزه، ومنير الحدادي نزل مكان بوفال، وزكريا ابو خلال نزل في الدقيقه الاخيره مكان يوسف النصيري، والمنتخب المغربي بعدها يلا يا جماعه بقى عايزين نسجل الثالث. هي كفايه لحد كده ليه؟ عشان خاطر اشرف حكيمي ياخد اللي هو يستحقه اللي هو يطلع نجم المباراه. وفعلا اشرف حكيمي النهارده قدم مباراه جميله جدا، حتى لو ملاح قدامه ما قدمش مباراه كويسه، حتى لو بركوك ما قدمش مباراه كويسه، بس للامانه اشرف حكيمي كالعاده طبعا جميل جدا 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 المستوى اللي بيقدمه. رومان سايت ونايف اكرار يعني ما اختبروش كتير، لان المنتخب ملاوي بعد ما سجل هدف رجع لمناطقه، فضل راجع لمناطقه فتره طويله، وحتى لما حاول ان هو يجاري المنتخب المغربي الشوط الثاني الوضع كان صعب جدا بالنسبه له. الف الف مبروك للاخوه المغاربه، نتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي قدام منتخب السنغال، نتمنى شخصيه الفريق اللي احنا نفسنا وحيد خلوزيتش يزرعها في المنتخب المغربي يعرف ان هو يزرعها قبل ماتش السنغال، لان الموضوع في مباراه السنغال الوضع هيكون مختلف. بس نامل ان اللعيبه بتاع المنتخب المغربي يكون في يومهم وفي اليوم اللي هم موفقين فيه قدام منتخب السنغال. الحمد لله مباراه النهارده قدام ملاوي عادت على خير، ان شاء الله باذن الله مستبشرين خير بمنتخب المغربي ان هو يقدر يعمل حاجه مع منتخب السنغال ويوصل لدور الاربعه ومعاه المنتخب التونسي، وان شاء الله باذن الله ربنا ينفعنا بالسلام بكره قدام كوت ديفوار. لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش هذا رايي يا برو في المباراه براحتك.